السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسر دواد تلفشة كمدح بنان إرية تي في وهذا هاني وكلاد نوغة برتين نيغسو تبينو ورويحي دوني دي دافي دي نيغسو غاري وهابين كني عاوا وديار دين كوية هاي أنيغو آمحي دين عبد الله محمود داود يالقوضب دا دين هاي نو قوضب دا وقدور كرولان وحا كمدا سياسي موسى عرب دوكسي وحبسي الله تحابي شركة بيها شابا ايا قولة كسوهي سيساهن كي بيها اي قلبيت كمقارة بورا ما كد بسبدل كي شركة دهور سيدا ايا مركرة سيوين لوغة داريمي قدها مقالة بورا ما وحقبت كأي كفوليسي قدها مقالة بورا ما اي قشن ارور انتا داود يالكواسي وحا هايان قدبة دوركين انو قدور كرون لهاتن واحد كسو دواتن كوا ايك وكلا اوفافاسن او ايك مديهين قدبة دي كهينو دافها عالم كا سياسي موسى عرب دوكسي او اها سياسي كهالا دانتا داد كاري اوضل ايا حبسيق الله تحابي وركاسي وحا ينو هيا وريهن علي اسماعيل آري إذا ماذا بوليس كأي مجال ذا بورا ما أيام ما أنت حبس جاو تحابي السياسي العرب موسى الدكسية كاسو حريقيسا أي نوع حقيقي نهلا ذا أيو غرابة دي سو أيام مران إسكت هنا إن عن أبوك نصل ديك الحين دي مجال ذا بورا ما أي نو سرتا أجلي ويداي سيان وحوجا ويدينو سراكيشا إذا ماذا بوليس كا سببتا كنت أي حريقة سياسي كان كدب وحنا خد كا تلفون كا كل حريري تليها غيبتا بوليس كا عبد الرحمن علها يه وانو إجا قبل وياي تلفون كا السياسي كان أي أنت بدن اللجوء قرني وقالوا أنت هولها أدن تجود يهرو مرنتا قبل ذا عود الإيسلل أبابلك تاجري دا ملكها دقنك سك استباها هاتة السيدة أي شيء كان ورر مدح بنان حرجن أي لجوت ينسي يهاي إنه يهاي مد كي مد أدنى حكومة دا أما با الله حديدنا يو ووري علي إسماعيل آري علي واهين تيفيقا مدح بنان ريو بورما شركة بيها شابا يا قولة كقاردي سهن كي بيها يا قلبيت كمقالة بورما سيدة ووركاني نوغي يغيو وريهن عبد الرحمن شامعاي سندي وقدم بيه شركة شابا وكاشن إيسا هاي دا سمفالك عالميقا اي قعنسار كالليين اي دادال وينو قلي كيد بيوت كو فيلان دادكا كونو المقالة دا بورما يديقانا دا كو هاري ريسان كدب سهن يحقرورن لحريدا سيدي اللوه للها عيل البيئة اياو قدن باينتي شركة شابو وحيكو قولي ستاي ان لهلو لبا عيل ريك او بيوت كواسي او كو يالا ديقان كافراق او كميد ابو قيس اسلامار كانا تدبية 8 كيلومتر كاكا بيغان دينا عاقل بيت اي مقالة دا بورما inkastoo hore isku dayay lagu hormarinayo dhinaca biyaha ay ku talaabsatay shirkadda Shaba ku dhawaad 10 ceel biyood laga hirgeliyay bariga magaalada Boorama saahatay ceelashaas ayaa saameyn ku yeeshay hoos u dhaca ku yimiday kaydka biyaha ee bariga magaalada Boorama si kastaba ha ahaatee arintaas ayaa soo afjaraysa walwalka dhinaca biyaha iyo mustaqbalka Boorama kaasoo laga dareemayay bartamii sanadkan aynu ku jirnay qayb ka mid ah magaalada Boorama isku soo wada duubo ceelashan ayaa la rajaynayaa san ka soo socda qaybtiisa dambe ay ka mid noqon doonaan kaydka biyaha ee magaalada Boorama waa Cabdiraxmaan Jaamacaye Raya TV magaalada Boorama kadib isbeddelkii maamulka shirkadda horseed ayaa si weyn magaalada Boorama waxa looga dareemayaa qashin ururinta ay ka sameysay shirkadaasi iyadoo oo si weyn loogu dhaliili jiray wax qabad la'aanta iyo qashin ururin la'aanta magaalada Boorama sidaan dii ku eegayno warbixintani soo socota
isbeddeladii maamul ee ku yimid shirkadda nadaafadda ee Horseed ayaa gudaha magaalada Boorama si weyn looga dareemaya dardarta wax qabada shirkadda nadaafadda Horseed ee magaalada Boorama taasi oo laga dheehan karo suuqyada ku yaala magaalada Boorama maalmihii la soo dhaafay lagu arkay qashin badan oo ku baahsan meelaha munaasibka ah iyo jidadka ku yaala magaalada Boorama waxana subaxnimadii saaka lagu arkay qaar ka mid ah gaadiidka iyo shaqaalaheeda oo ka hawlgalaya qayba ka mid ah magaalada Boorama inkastoo isbeddeladan ku yimid shirkadda nadaafadda Horseed laga filayo inuu bulshada ku nool magaalada Boorama la hor yimaado wax qabad muuqda oo dhab ah si kastaba ahaatee dadweynaha ku nool magaalada Boorama ayaa muuqaal ahaan u arkaya isbeddelkan ku yimid shirkadda nadaafadda Horseed mid ku soo beegmaya xilligii loo baahnaa isku soo wada duubo arrintan ayaa dadweynuhu ku rajo weyn mid isbeddelkaasi wax ka tari doono bilicda iyo horumarka magaalada Boorama وعبد الفتاح بشير عبد الفتاح مية ري تي في بورما ولولك باشا عالم كاي كم موجسة كالقادة دورة شوين كو كالقادة مدحوين أحمد محمد محمود سيرانيو أي سيكور ديا سيدان ذي كويغ نو فالدني سوس عطا تانيا مركيو مدحوينها سومالي لان أحمد محمد محمود سيرانيو وقوان كسو ساري كالقادة استلابادة دورة شو اي مدحتوية دا ايو قولها وكيلة دا ايا وحي سسوتر ايا ولا عيول والكاي باشا عالم كوكا قبطو عرين تاسي وحانا سيدو كلي غوان وحانا سيدو كلي وحانا سيدو كلي دن كوغا غوان كاريكا هاللي ودامادا مرايكان كايا انجريسكا او يغوين تودا بدن سو مالي لان كتاقيرا لنا عدورو شوينكا سيدو كلي يغونا وحا كميدا جمعية دا قرومها كده حيسا ميداوغا يوروب إيا سيدو كلي أوركا أفريكان يونيونكا iyo sidoo iyo ur goboleedka igaad ayaa dhamaantood go'aanka madaxweynaha ku tilmaamay mid aan meel baheysan isla markaana aan ku saleysnayn qodobada dastuurka dalka Soomaaliland u yaala waxaana xusid mudan in madaxweyne Siraayo hore maxkamadda dalka ugu gudbiyay in labada doorasho ay mar wada dhacaan ama sala wada qabto balse hadda go'aanka labada doorasho lagu kala qaaday ayaa waxa uu yahay mid ka hor imanaya go'aanka maxkamadda sare ee la oo meel loo dhaafaan lahayn inkasta oo madaxweynuhu go'aankiisa uu ku adkaysanayo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay madaxtooyada Soomaaliland ay soo qaban qaabisay mudaharaadyo ka dhacay Minboorama ilaa iyo Laascaanood kaasoo lagu taageerayo go'aanka madaxweyne Siraayo ku kala qaaday labada doorasho iyadoo dhanka kala beesha caalamka looga soo horjeesanayo baaqyadooda kala duwan ee ay amuurtaasi kaga soo horjeedaan hase ahaatee xisbiga wadani ayaa maxkamadda u gudbiyay dacwad ka dhana go'aanka madaxweyne Siraayo dhinaca kale waxa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ku soo qulqulayay wufood ka socota safaaradaha wadamada reer galbeedka ay ku leeyihiin wadamada jaarka iyadoo Siraayo lagu qancinayo inuu go'aankaasi ka tanaasilo hase ahaatee xukuumadda kulmiye go'aanka ay qaateen ee labada doorasho lagu kala qaaday ayaa waxay sheegeen in ay isku filan yihiin in doorashada dhaqaale ahaan ay dabari karaan haddii ay beesha caalamku ay meesha ka baxdo kaalmada ay beesha caalamku doorashooyinka Soomaaliland ay ku dabari lahaayeen si kastaba ha ahaatee waxa laga warsigi doonaa go'aanka beesha caalamku ay qaadato iyo sida uu madaxweyne Siraayo arrintani ka yeeli doono iyadoo oo beelaha darifyadu waa bariye galbeede ay u hanqaltaagayaan saamiga kuraasta golaha wakiilada ee laga dhursugayo madaxweyne Siraayo waa nuux keediya telefishinka madaxa bannaan ee Ray TV magaalada Boorama Cabdirisaaq Aaro oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ahna caasimadda saddexaad ee Soomaaliland ayaa maanta ka jawaabay hadallo uu ku tilmaamay inay yihiin dilqaaf oo dhawaan ku weeraray Maayir Muraadka Burco gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ujeeday islaantan ka hadlayay in dalka sida ay yaani wadada u soo martay baan ka hadlayay xuquuqda ay SRMtu ku leedahay dalkan baan ka hadlayay hadii Muuse Biixina maanta Ilaahay xukunka noogu dhiibo mar labaad SRMtu oo soo xoogaysatay oo deedalka hoggaankiisa mar labaad qabatay hadaba xildhibaanka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale oo xasaasi ah waa kan gudoomiye waxa tiri
وعلهاي نين آن قرقورين حسب هو كلمية مشرح هو مصبيح وارنت أنت هو نقلهاي متي نين قرقورة أنا قلنا كمله هو قرقورتان حصي يا شيء كما هذا القرقورتان كهي واحد كهذا الشيء شخصية مصبيح عبدي هذا الكهذا قد أنت بقول نوضوحها هذه مصبيح إلى هاي تهذا النوقديبه waxay ila tahay mar labaad iyo buurihi lagu noqonayo waxa tilmaantay muuse bix inuu yahay hoggaamiye dagaal muuse bix inuu yahay hoggaamiye kooxad waxa tilmaantay muuse bix inuu yahay gacan ku dhigle digacda waxa tilmaantay muuse bix inuu yahay dagaal ooy oo dagaal dhacay waxa la leeyahay gudoomiye waa beenta muuse inta badan ma موسى وهاين وهاي أرقة إن بدنا نسوي شوي علاج النبض بقى أو كلا قرن يروح علاج النبض بطاي موسى بيجي عبدي وعكم الهرقة نبضان تدل كان جد ريج جد قام بوصف فوري إلى ما هماتين علاج أبو ريا إلى ما هماتين تقال أبو ريا كده مي هذا الخاب وحو دقنين ودريسي معارك او الله هاي سي ديار غروب حدان دي دلك موسى قبصو دغال با كدعيه واحد ودغيس شعبك واحد ودغيس تاغيرش حسبي كلميه او الله هاي موسى ها دورنين حدي ا دورتان دغال با دعيه حدي ا دورتان دي بالو قحي دونتان حدي ا دورتان بوري هالا غليا موسى حدي اينو دورنو لا قحي مايو نبض موسيات هنا نبض أي سيات هنا سومال الله حكومة ماذا وحقول كتشحلي هاي أي أفك أحلى ماير وحبا أفك هاك أورين موسيعي ديك مدوة وحقول كاك كتشرة أفك هاك أحلى اسكده أو بريد ولما أرق أنت سمعت لا أنت هاي، هو قام يا فرات نساعة قد جدوه، يسقى يسقى شو هذا، أو يسقى إسبانيا، ما نعرف، كليب هاي قوار وضع ونا، سلا صمنا بوها، أنت هني أنت يقول أنت بس، ميري هذا صوري، and مصبيح الحالة، مو ده نقدومي، حالي أبغى شيء بارك هذا هنا، هذا الكلام صباح هاي، هو قام يا شهور أصلاً، أكو أسقابي. ما ملكي شغل دي لودري وانو كار هالي قليلين حام بارو كاسين ومدو حنو الشيقية قفك مسؤولك حدو حارانتي حلاشك هلا قروا وحولا ومدو حنو قلبي قايا مدو بادا قلبي قايا مدو بادا عبد الفتاح بشير عبد الفتاح مية ريا تي في waxaa si weyn magaalada Hargeysa loogu soo dhaweeyay ugaas Axmed Keysa oo Sheikh Xasan ugaaska guud ee beesha degtay koonfurta magaalada Hargeysa ugaaska oo ku magnaa dalkaasi qadar ayaa waxa soo dhaweyntiisa ka qayb galay xubno kala duwan oo isugu jira wax garad aqoonyahanno siyaasiin iyo bulsho kala duwan inta ay socotay munaasabadaasi soo dhaweynta oo ka qabsantay hoteel dalxiis ee magaalada Hargeysana waxaa laga jeediyay hadal kala duwan maanta soo dhaweynayda ugaas Keysa oo Cabdi Sheikh Xasan oo ah ugaas garan oo nahay ugaas qolo ah ama cid gaar ah lagu sheegayo sultaan abdullahi ayaa la yiri yaad u tahay sultaan afar iyo kooban kibu gal kilo la jiray isuu ku yiri yaad u tahay sultaan waxaan u ahay buu waxa la wixii ashaata waa ugaaska waxa la wixii ashaata waan ku soo dhaweynaynaa ugaas ku soo dhawoow wadankaagi allah rumeyo waxa isku xiri doonta ilaaqaadka wadankeena iyo kuwa gadar dowladahaynu walaalanahay carabta maadaama aad ahayd mudafar badan joogtay ku soo dhawow dalkaagii waxa aan aad u soo dhaweynayaa dadka sharafta badan ee cuqaasha leh ee xisbiga qaranka ee u ciid madaxdiisa leh ee hindu mar haween kale dhamaantood dadka soo dhaweeyay ugaaska
بيش جود محمد داود أما دمامبا سومالي لامبا كيساء عبد الشيخ حسن يرى أو عانا أو تاريخ تلك إيا دبادة إيا ميل والبكولة وحالا يسود وهذا أدبانو يدكم حد نقينا وقاس كروحان إله وقبرينا إنو نقضى وقاس كي دلك إسكوحينا إيا دبادة إيا دلبا وقدام بنتين وقاس أحمد كيسي أيا هل كاسكا هالي دمان وسلامتين دتكينا شرفت عليه استقبال كيسة مي إنكم محسن وحنا كسران وقدر يا حسب قعود فيصل علي ورابه يحسب قعود مامبا يعني كسلام يا سلام قال يا نقدر يا وأنا نن كهبون سوالف ذاك الشقيني كنا شقين دونا وأنا نقوم هذا قينا وأنا جوسي مي هل كم حاجة سلام يا مدحوينا ذلك سومالان محمود محمد محمود سيرانيو go'aanka uu qaatay oo nu ku taageersanahay oo nu ka noqonahay cidiid kartaana aan jirin waxaanu uu qabto oo kale oo kamida wax ku oole dakada barbara ee uu u sameeyay maalgelinta taasoo uu ku magacaabayay magaciisa lagu dhigi doono axmed maxamed siraayo oo ku taala magaciisa waxaanu leenahay intaad nooshayna ilaahay dambigaaga dhaafo يقول دحوك كنا وابن كوسي تين لهدا حساب تنقي يلسو سيدي محمد برقيبة أن هاي برقيبة صد السنوات بفدي أو شيء في سريتة وحكومي وعمل ها هي إلا أنتو كدم عليو أحمد محمد سيرايو هاي شيء حساب تاعي ساعة وقولين قوان كات قادي يدقيس تاعتي وقت هسان كات دقيا واتكو ما تسنتاي دا وضي يالي مكان واحد كسر دواتان قضى بضع ذيك هاي نوت دافها عالم كا شركه ياهو ايا شيكتي ان برعد دنكا انترنت كا او دولد اي تاغيرتي اي حادين معلومات 500 مليون او عيوان تاسي او موقتا ان اي تاي حتو يدي اوغو خوغا بدنيد انت لا شاعيي ماركا لغا حدليو تاريخ ده حتو يدا دنكا انترنت كا حتو يدا سي ايا وخا كميدا معلومات بدن او شخصيات اي ليهين او اي كجيران ماغعي ايميلو اي وليبا سؤال اي جواب شركتو اي كو حقيجيسو قفكا او اسكره إيميل كاسي حتى يداسي آيا وحالا داعي سندكي لبدي يكون يا عفر يتومن كيسي لكن حدا أمبالا شاعيي واحدة FBI مرايكان كا آيا شاكتاي إن أي باريسو دادكا داعي إيميل لداسي شركة ديا هو آيا وحاي شاكتاي إن وحيابا هالا حداي أيسان كوچرين معلوماتكا كارار كا بانجيا دا بالسي آي كا كوبين يهين عيوان دا إيميل لدا maalma ha dalashada iyo furaha sirta ah ee lagu galo emailada shirkadu waxay sheegtay in macluumaadkaasi ay xadeen ay taageero ka haysteen dawlad balse aysan sheegin dawladda masuulka ka ah arintaasi wararkan tilmaamaya in weerar weyn lagu qaaday shirkadaasi ayaa waxay soo baxday markii burcad magacyadooda lagu shaaciyay biiso u muuqatay in ay iibinayaan emailada macluumaadka 200 milyan oo ruux khamiisti ayay shirkadu xaqiijisay in xatooyada laga xaday ay ka xoog badan tahay intii ay filayeen markii hore shirkada Yahoo ayaa macaamiisheeda ugu baaqday in ay bedelaan password-ada emailadooda kadib markii laga xaday emailadaasi tirakil sarsare oo Mareykan ah ayaa sheegaya in Ruushku dadaal badan ugu jiro sidii uu galan gal ugu yeelan lahaa doorashooyinka dalkaasi ka dhici doona bisha November isagoo oo u dhacaya xogta kombiyuutarada Dinay Falastiniya Adnis Chief oo ka tirsan gudiga mukhaadaraadka u qaabilsan Mareykanka ayaa sheegaya in amarka arintaasi uu ka iman karo kaliya masuuliyiin sarsare oo ka tirsan Ruushka waxa ay ugu baaqayaan madaxweyne Putin in uu si degdeg ah u joojiyo kooxaha kombiyuutarada jabsada horantii sanadkan ayaa la jabiyay kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga ayaa waxaa lagu sheeciyay xog badan oo ku saabsan ololaha doorashada Hillary Clinton falkaasi oo lagu eedeeyay koox ruush ah ruushka ayaa beeniyay in uu wax lug ah ku leeyahay arimaha caynkaasi ee kombiyuutarada la jabsada ee dalkaasi Mareykanka ciidanka Suuriya ayaa shaaciyay in ay gulf ku qaadayaan deegaanada ay mucaaradka ka haystaan magaaladaasi Xalab waxa uu ugu baaqay dadka rayidka ah in ay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaradka ah ee ku yaala bariga magaaladaasi markan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Mareykanka iyo Ruushka kulan degdeg ah ay ku leeyihiin sidii loogu soo celin lahaa xabad joojinta muddo kooban ka jirtay Suuriya militaryga madaxweyne Assad ma aanu sheegin duulaanka Xalab ay ka qayb qaadan doonaan ciidanka lugta ah deegaanada bari ee xoogaga mucaaradka ah ka haystaan Xalab ayaa saacadii
soo dhaafay waxa ku dhacay duqeymihi ugu baahnaa biilahiina soo dhaafay Axmed Cawaal Cumar Axmed Bigays Raya TV daawadayaal halkani warkaad ka daawanaysan waa telefishanka madaxa banaane Raya TV waxa idii soo tabinay warkani habeenkani caawa aniga oo Muhiiddin Cabdullaahi Maxamuud intayno warkan warka xiga ku kulmi doono dhamaantay anaga isku duuban bahda Raya TV waxa idiga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.